عسلامة الأولاد، شنو حوالكم اليوم في بوليغيو لو بانيي؟ جيت وجبت لكم معايا غوسيت اسمها بوليغيو بروشيت أغروم. اش قالكم في الكلمة؟ باهية. دونك عندنا كما قلت لكم لي بروشيت نتاع بوليغيو أغروم، وزدنا معاهم بالطبيعة المكونات نتاع البانيي نتاعنا. أنا هوني قسيت لكم طريفاتس فنيليا، زدت معاهم الزيتون، وعندي عدس، سلايطة متاع عدس، ميني سلايطة هكا شوية تونة بالكل، وكملت عملت لكم معاهم سموذي كيوي مونت. هايكا حويجة تتشرب، الخضرة خاطر حاجة لازمة في البانيي نتاعنا، العدس كيف كيف، ومعاهم بيان سور لا غوسيت. الغوسيت متاع لي بروشيت نتاعنا اليوم، خدينا كعبة بوليغيو كرامبل سافور أورانج، قاسيناها أون كوب، وخدينا كعبة بركدين كيف كيف، وقعدنا نحطو مرة البوليغيو مرة البركدين مرة البوليغيو مرة البركدين، حتى لين في الآخر خرجونا لي بروشيت اللي تشوفوا فيهم هذا. وهذه هي الغوسيت متاع بوليغيو لو بانيي متاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. جربوها انتم في الدار، وما تنسيوش تتفرجوا فينا المره الجايه بور دوتغ غوسيت في بوليغيو لو بانيي. برشا بوسيت. بمساهمة عسلامتكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم في كوزينتنا هكا جيناكم وجبنا معانا دو غوسيت، واحده نتاع سلايطه والاخرى نتاع بلا برينسيبال. البلا برينسيبال نتاع اليوم هو فندق الغله، والسلايطه هي سلاطه نتاع عدس. دونك فندق الغله اليوم باش نطيبوه يمشي للفور، مش باش نقليوه هكا كوم سا. عندنا ان بلا هيلثي، نحاولوا شويه نطيبوا حاجات هيلثي كيف نجموا، علاش لا. دونك كيما قلت لكم البلا باش يمشي للفور، الصوص طومات باش تطيب وحدها، مش يدخل معناتها بالصوص طومات نتاعو للفور. ومن بعد في البريزونطاسيون بيان سور تشوفوا كيفاش نحطوا معاها الصوص ومعاهم الغله الخضره. دايوغ علاش اسمه فندق الغله وهو اصلا خضره؟ ما نعرفش علاش. باهي بيان سور باش نجيو نحضروا احنا هوني الحشو نتاع الخضره نتاعنا. باش نحطوا الزيت من الاول يسخن، الزيت هذاك باش نقليو فيه البصل، باش نزيدوا عليه اللحم المفروم. وبعد ما فرغنا احنا الخضره نتاعنا من الحشو نتاعها كيف كيف هذا باش ما نلوحوهش، نجمو رانا نزيدوه على اللحم المفروم اللي باش نعملوه كوم فارس للخضره نتاعنا. هكيكا هاكا ما لوحناش الخضره، والفارس يزيد فوق هذاك زاد يزيد يبذر. دونك سخنا الزيت كما قلت لكم، باش نحطوا توا البصل يذبل هاكا فوالا. النجم انا من هوني ومن غادي كمان نحطو زيدا كيف كيف الصوص طومات نتاعنا تحضر على النار هوني، ونخليوها بقبق في عقلها وتطيب في عقلها. باهي باش نحطو الزيت كيف كيف هوني للصوص طومات. باهي دونك الزيت نتاع الصوص طومات كيف كيف باش نحطو فيه البصل يتقلى هو بيدو هاك كل كانون عليه حاجه. هذا البصل سي بون تذبل، باش نزيدو عليه اللحم المفروم ونخليوه حتى كشلين ياخذ لون ويتبدل لونه ويطيب هاك. نشوف مغرفة أخرى لوح الهيبة. الصوص طومات عندنا أك طماطم الفرشكة هذيكا، وباش نزيدو عليها شوية طومات كونسونتخي كيف كيف، الثوم والهريسة، ونخليوها تغلي كما قلت لكم في عقلها مادام أنا كملت طيبت الفخس هذا.
نجيب ناخذ شويه من هون. نخليه منها شويه، قلت لكم باش نحطوا الكل في وسط الفاخس. وهذا كيف كيف ليه ما ننساوش بيان سور باش نفوحوا. عندنا هون الفلفل الاكحل هوني وهوني والملح كيف كيف هوني وهون. هكا شفت كيفاش اللحم المفروم بدا يتبدل اللون نتاعو كيما تشوفوا هكا. توا باش نجيو نخلطوا عليهم كيما قلت لكم الحشوه نتاع الخضره نتاعنا اللي نحيناه من وسط الخضره ما نلوحوهش، نرجعوه لهنا ونخليوه هو بيدو يذبل ويطيب مع اللحم المفروم. فوالا هكيكا عندنا فاخس صحي صحي ولذيذ. هذايا بكري كان فما اشهار فيها حاجه كيما هكا صحي وبني. باه هذه باش نزيدها التومات كونسونطري وباش نزيدوها كيف كيف الهريسه، خليهم يتحلوا هكا مليح مليح. وهيت نحطو فيها نغيف تيبل يفوح. ونمرقو ونخليوها تغلي. هذه هي الصوص اللي باش نحطوها مع طاجين طاجين فندق الغل. برينا اليوم في طاجين في خضره في غله، حسيت ما خليت ما خلصت عليكم. هذه يا سيدي هاي خليه يغلي في عقله ويطيب. ها باش نقرص على النار. وهذا هذا راهم بعد نسيت باش نقول لكم اللي احنا باش نزيدوه السميد نتاع رندا. السميد هذاك درته بخمسه ياسي كما قال رياف، هو السميد اللي باش يعاوننا باش نلمو الفاخس نتاعنا ما يتفرتناش هكاكا كيف نحطوه في الفور. فوالا ومن بعد دايوغ باش نزيد نحاول بك اللي نعملو بها البوغي باش هكاكا حتى الفاخس يجي الكل اوموجين ويتحل كله مليح مليح. باه عندي باش نزيدو توا المعدنوس. نسيت ما حطيتش الثوم في الصوص في الصوص نتاع الطماطم، حطو الثوم هوني. فوالا وهذا هكا. هيت خنكمل نفوح هذا كيف كيف اللحم هوني بالتيبل باش نحطو فيه شوية زعتر. حتى الصوص نجم نحطو فيها شويه زعتر كي نحبو احنا هكا زاده، ونخليها هي تبدا الجو نتاعها نوتر. هكا ديجا الحشو فيه المطعم نتاع الزعتر يكفي. نطيبوه هوني باش حتى في الفور من بعد جوست لو طون اللي الخضره تطيب، معناتها يبدا الحشو نتاعنا طايب ديجا طيبناه مليح.
ما يخدنيش برشا وقت في الفور، جوست لو طون اللي الخضره نتاعنا تطيب، باش نعاونوها بالماء بالطبيعه باش ما تنشحش وما ما تلصقش في البلاتو اللي باش يمشي للفور. فوالا باهي، شنو عندي باش نزيد؟ ايوه الطماطم نسيتها، قلت لكم خلينا نحي هذا من كل من قدامي. مهما غرامك لوعني لوعني ترى، لكن أغير أغير من حبك، لكن قلتلكم باش نفرغ هذي ونسيتها. غير مني حبك، هذا السميد اللي باش نزيدوه، وريقات الرند اللي باش نحطوه في الصوص. حسيلو عندكم ظروف مباشرة نتاع مراه مزروبة في الكوجينة كيما تشوفوا فيا بالضبط هكا، هذي طنجرة هوني وطنجرة غادي وهذاك يحضر من غادي هكا هاو. باهي البطاطا نص طياب، معناتها صمتنيها نص طياب باش هكاك كيما قلت لكم تدخل الفور ما تاخذناش برشا وقت. نورمالمون اكل فارس هذيك كيما تشوفوا فيه اهوكا خذا لون، الخضره اللي فيه وسط طابت، اللحم المفروم كيف كيف كيما تشوفوا فيه. جوست توا باش نحاول بالوحده نتاع البوري باش يجي كله هوموجين. هاوك هاكا تجي الكعبة مرتوبة، من بعد كي نجيو باش نحطوها. فوالا هذا هو الحشو نتاعنا. توا اللي باش يلمو هو اكسميد نتاع رندا كيما قلت لكم. ويلزمو يبرد شويه باش نجم نكمل نحطو في الخضره زيدا، دونك باش نطفي عليه نحطو السميد ونلمو ونخليه يبرد. هاوك هذا هو الفخس. حذر شفتوا كيفاه ما شدش برشا يد، هاي ما يشدش برشا اليد، سي بون. هذا نخليوه يبرد، مادام هو برد انا كيما قلت لكم ماني عندي اي سلايطه، قلت لكم باش نعمل سلاطه نتاع عدس. دونك حذرت هوني عندي العدس المقشر ديجا طايب، معناه ما غليته استقطرته برد على روحه، هاكا العدس نتاعنا. وهذه الكونكومبر مقصوص كيف كيف. حسيلو شكون يعيط سمر؟ هو وانا قلت تاني ملفوته شبيه ما طالش لتوا كملت طيبت. ماني كنت خاطر قمت الصباح سرحت. وين سرحت؟ خرجت لبرا. يزي يزي من برا روح ارتاح. هاني ندوه شنو؟ لا يزي روح ارتاح. قلبي قر الدم يا بنيتي. وهبطوا الزينه. ليه باش نعمل فندق الغله. اي تجيب فندق الغله. اي اما انت خلطت على عليا توا باش نخلط سلطه العدس. اي باهي. هو يا سيدي عندي العدس كيما يعمل حديد العدس. باهي باهي الماكله كلها اغزر لما قلت لي عاد شويه ندزل على الخضره ودرا شنو. هو لما حال فندق الغله فيه في فندق الغله فيه خضره وفيه اللحم المفروم. اما بالطبيعه فما اللي ما يقدرش يعمل سكالوب مرحي مثلا، معليش لي مرحي يا اخي بشرطه اللحم. لا مش بشرطه، مش ما عندوش. وصليته هذه حاجه باهيه زيده شفتها. لقم لي قهوه عايش اختي من بعد مش توا لقم لي قهوه.
تعطيني انت قهوه كان شفتني راسي يوجع من بكري وانا لا بنيتي انا سقيت لقلق ليه ها لاباس وراسي لقلق ليه والله قهوتك انت بنينه تهبل هكا العادة تطل عليا من غادي تقول لي هكا الكلام علينا والمعنى على جارتنا واش اي يا ربي عليه هكا عليه ما تعمليش انت قهيوه البن هو فما هكا بالصف مش قلت لي يبيعوا لك بال 200 جرام اي 200 جرام ما وقت تشد الصف نهار كامل ليه مش بالصف عاد انت نتصورك عندك المعارف ورا السيد اللي يبيع علاش خاطر عندي المعارف ما زالت المعارف الكلام علينا والمعنى على جارتنا اي يعطيك فرحه يفهم. ان شاء الله يعطيك فرحه خاطر المراه قالت له بالجه طيب له قهوه تمشي السماء قلت له طيب لها قهوه اي بالجه عجبك شي توا بالجه جه في 66 يمين غادي خلي اي نعم شبيك تتذكر من انت جاي حاسك هكا عامل عركه ولا شبيك شو عركه المراه يا لله شو نقول لك راها اللي يوريك هي وخشاشرها في المجازان وهما هم تنطروا من هنا هم تنطروا من هنا هم تنطروا من هنا اختي كي قلت فما تبارك فما سبعه ربي يفضلهم لها توا ومسكينه ربي يعطيها القوه هكا هاو اقعد اهفت يا وليدي وهو هم شو نتاع الجافي هم تبتاع الشكالت يا ماما هذي شوف هذا يا ماما وهي وهي تتغب مسكينه تلوشي وجهها لوين الوين هكا هاو هكا هاو اللي تعرفش توا هذاك على استاذ شميه تاجين فندق الغاله يا اسمه تاجين فندق الغاله اي مش مرقة كي نقول هاني تاجين هاو فندق هاو غاله هكاك لا تاجين فندق الغاله تاجين فندق الغاله وحكينا عليه مره الاخرى نحن اي في رمضان عملناه في رمضان عملناه عملناها في رمضان ما عملناش طاجين فندق الغلاي فهمت وكل واحد كيفاش فما نوعيه راهو كيفاه فما اللي بالخضره زاد يحشيه بالفاخس نتاع الخضره بيدو الخضره هي. صافي سبنيخ وفروماج وعظم وسلق ومعدنوس فهمتك فهمت مش بشرط يكون مش كل مكره بكري ناس بكري راه مش كل شيء باللحم مش الكل يقدروا على اللحم صحيح ليه حتى ما يقدروش مش ديما اللحم 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 ما يصيرش حتى الاقتصاد نكبس السرميه نتاع الداء كاهو نكبسوا السنتوره احنا اي بهيش بهيش شنو هي هذا كبسين السنتوره بعد الكيلو 36 اختي كل باقي 6 الحق يا اختي مين قال لي ما عندوش لحم البقري نجم يعمل بالاسكالوب كيما قلت اي ولا دجاج ولا لحوه اي ولا والله حتى الاسكالوب تاع حتى الاسكالوب تنجم يقدروا عليه العبيد يزي ربي خص اسعار بجهك يا عزيزي يا شباب. شنو ندوروها نخاله؟ لا مش نخاله، اما زاد كل تبارك الله الحراير في الديار اللي يتفرجوا فينا ينجموا يتيحوا ويقوموا. ومش بشرطي هي انا نقول لكل شيء الراجل له اخوك له ابوك، مش بشرطي هي انا كل شيء نقول للراجل اسمع فيا الحم مش الحم مفروم. خاطر اذا فوحته ما عادش يظهر سكالوب راهو. اي بالحق اي هكا يوصيوك قبل كي تجي خارج لدار راجلك تحط امك قدامه ولا مميتك تقول لك الراجل له اخوك له ابوك فما شيء تحكيه له فما شيء لا زيده الحاجه خاطر المراه جابيه فهمت المراه جابيه هي اللي تلم هكا نعرفوا اما انت تقرر انا حكايه التحكي وانا حكايه ما تتحكيش وانا هو اما انت تبارك الله ترك الساقيك نحب العلوش وانا هو اللي نحب البقري نحب ود البحر نحب البرش وقت الصيف نحب اللي نسمع فيها شنو وهي اللي تهز وتثبت والشهاوي الكل مش صحيح الكل هكيك كل الشهاوي قالت لهم ربي الدنيا ودينا ما بكري كان ونهار شكشوكه نهار الابيض يهز نهار الاكحل ونهار الاكحل يهز نهار الابيض والشكشوكه تقدر عليها انت يا حسره كي كانت الشكشوكه هي اللي تهز الشكشوكه ما عادش كانوا بكري تسمع فيه ميد العشاء ميد بيت حتى البلاغ ما قال عشاء حتى توا كيك ما زالت البركه رياض الله لا يقتلنا الله لا يقتلنا بركه لا ما زالت البركه جه النبي محمد وعلي هاو يا سيدي هاكا وقفت عملت بلا وعملت سلايطه معاها اش قولك اي سلاطه شنو اللي عملتها برغل سلاطه عدس اي به العدس يقوي يعمل الحديد باهي عدس الاصفر عدس الاصفر المقشر هذيك والله في المروك يا سمر اي عملوا مرقه نتاع عدس سلات نتاع عدس كي تاكل بالمغرفه بالكمون اي هو العدس بنينة مع بنينة. الكمون ياسر بنينه ياسر بنينه ويعطي جو اخرى حلي يديك ربي يعطيك نزينه هو والتن نتاعو خليها على شيره غادي تو نزينها من بعد ان شاء الله والسوق ليه العدس نعملوا كل شيء انا نعملوا سوب يجي سوب يجي سلاطه يجي مرقه مرقه ليه كل واحد شنو الوحده وبربي يا سمر ما عادش تسمع فيه تكتف ايديك ما عادش تكتف ايديك صنعه المشوبه هذيا تبدو هكا مكتفين ايديكم برشا نسيريتهم انا
حتى في المترو ولا في الكار تبداو قاعدين مكتفين يديهم مش مليح قلبي. مش مليح خلي انت طالبه الفرج وطالبه لهنا وطالبه الفرح ربي ان شاء الله يفرح لامها باهيش جايبه المكد وجايبه الهم اللطف يزيني عايشك نوريك وليد الدين يزين سبق الخيط اقل خيط توا باش تدوروها تنميه بالتنميه باهيش تنمية بشرية ايوه باش نعملوا شوية آخر شوية نعمل لكم اليوغا في الكوشي اي باهي اسمي سيدش اليوغا والله العظيم والله ليه بالحق كلامك صحيح هو كلامك صحيح صحيح هيا خلينا نمشينا نرتاح هكا هاو برا انت ظهر وان شاء الله صح ستا ليه اسمع انا خليك حسيبك ما في فندق الغالة اي انا نحب كان العرق القراع ولا شنو هو العرق العرق ليه ظهر فيك انت لبيت لبيت انا ما عادش قمت بكري في سيري قمت من الستة دنيا ظلام خرجت وانا ندبي خليني نمشي على الاقل نرتاح تشيشه اي برا ارتاح فهمت وكان جاك طفل حسين قول له برا زيد تعمل دوره وارجع طفل حسين اش باش تاخذ من عنده؟ يا ساقاتي ساقاتي ايوه باش يجيب لك طفل حسين قول له شويه خلو يجيني تو نقول له ما حبش يحكي لي نص حكايه بعد ما يكمل يدور الزناقي والحوم نتاع المدينه الكل يجي يقفك الدرج يحكي لي فيها نص حكايه ما يكملهاش ويقول لي تعب 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 شفتوا كيفاش حتى من القهوه قال لي ليه ها العاده يطل عليا من الشباك يقول لي هيك قهوه شيء لا قهوه لا شيء اقعد يا سمر هكيكه ملا قالك ما عادش تكتفي ديك هما محليهم راهم حكايات من متاتنا نتاع بكري ياكلي المليح واللي يجي واللي ما يجيش واللي يتعمل واللي ما يتعملش كانت بكري والله نسيل كلها كيكه وه مش مليح وه ما يجيش كبرنا زعما ولينا احنا فاهمين الدنيا اكثر وما عادش ياسر نقولوا بيهم حكايات اللي يجي واللي ما تجيش يظهر لي هي حتى من البركه طارت مع حكايتهم بالحق ما عادش توا تصورني بربي انا توا واقفه ولدي ونشد عايش ولدي والله مش مليح ساعه مش مليح كلمه مش باش يفهمها اصلا معناتها هكا هاو انا يا سيدي نكمل كما قلت لكم نكمل نحط الحشو في الغل في الغل وعلى الغل على غلها سمر اسمها خضره خضره يا سمر ماهيش غل نكمل نحط هذا الكل الصوصه هاي اللي نتقر زيتها نقصت على النار على الاخر تقر زيتها في عقلها هذا باش نحطوه نرصفوه في البلاتو كيما شفتوا هكا باش نزيدوه تشيشه ماء تحتو لين تطيب خضرتنا نهزوه للفور وهذه هي الحكايه هاكا عندكم اون اوتر فاسون طريقه اخرى باش تنجموا تعملوا بها فندق الغله حتى نعرفوا اللي فما شكون يحط صوص الطومات مع الخضره يحطوهم في الفور فما شكون الخضره يقليها انا الحق كما قلت لكم اللون ماذا بيا حاجه ديما هكا اقل زيت قليين واقل زيوت وكل حاجه زعما هيلثي وكل هذاك علاش مانيش باش نقليهم باش نحطهم كلهم في الفور وأكا حتى حوست القليان زيدا تنقص عليكم حوست القليان انتوما واقفين بالساعة وانتوما تقلي هذه وهز هذه وزيت القليان لازمك تقلي الأول بالأول لازم الفلفل هو الأخر على خاطر باش ما يسخش نعرفهم حسين وديك الحوسة نتاع القليان ماك تعرفوها البطاطا قبل والطماطم في الأخر بعدها هي الفلفل هذه الكل اقتصاد في الزيت باش ما يبدلوش الزيت راهو يا جماعة هو الزيت تقليت فيه فندق الغلة الكل ها يا سيدي كملنا الفاخس الكل حطيناه في خضرتنا ورصفناه في البلاتو متاعنا هاوكا فوالا هذا هو هكا بديت تقر في زيتها هذا باش نرصفوهم هكا باش نزيدو نحطو عليهم شويه ماء ملوطه هكا هاكا ينشح الماء طابت خضرتنا هذه هي نمشي ونحطوه في الفور اللي ديجا سبق وسخناه 180 دوغري متاع 4 دراج من زمان تطيب الخضرة نخرجو ومن بعد نحطو ونزينوهم هما والسلايطة نتاعنا والصوص طومات اللي عهدك بها طابت إجا خنحطو ساعة في الفور
فوالا احنا نتلقاو شويه اخر بعد ما تطيب الخضره ونخرجوها ان شاء الله من الفور ونزينوها في الطبق نتاعها. اتو تلق. هذا فندق الغل وهذه سلطه العدس بعد ما زيناها وحطيناها في صحن كيف كيف فندق الغل. كنت نجموا تشوفوا الصوص هاي كالوطه والغل والغل يا سمر مش غل يا سمر راهي خضره والخضره نتاعنا كيف كيف بعد ما خرجت من الفور. دونك هذه الدباره نتاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم لا فاسون كيفاش عملنا بها فندق الغل نتاع اليوم. احنا ان شاء الله نتلاقاو المره الجايه على نسمه في نفس الوقت هذا باش تشوفوا دوتغ غوسيت ان شاء الله. ما تنسيوش تتبعونا اي اتري بيانتو في لامين. مساهمة